نشوف هذه اللحظة عند انتخاب رئيس المجلس. إنه في يوم الأحد الموافق 10 من يناير سنة 2016 اجتمعت اللجنة الخاصة المشكلة للإشراف على إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وقد قامت اللجنة بفض صناديق الاقتراع وفرز بطاقات إبداء الرأي وأحصت الأصوات التي أعطيت، فأسفرت النتيجة عن الآتي: عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 585 عضوا، عدد الأصوات الباطلة 5 أصوات، عدد الأصوات الصحيحة 580 صوتا. وقد حصل السيد العضو عيد هيكل على 4 أصوات، وقد حصل السيد العضو علي عبد العال على 401 صوتا. حصل السيد العضو كمال أحمد على 36 صوتا. وحصل السيد العضو علي المصلحي على 110 صوتا. وحصل السيد العضو توفيق عكاشة على 25 صوتا. حصل السيد العضو خالد أبو طالب على 3 أصوات. وحصل السيد العضو على محمد محمود العثماني على صوت واحد. هذه هي الديمقراطية التي كافح الشعب المصري طويلا وقامت ثورتي 25 و30 يونيو من أجل تحقيق هذا الهدف. الديمقراطية هي الرأي والرأي الآخر، وما تستقر عليه المجموع على الجميع أن يلتزم به ويحييه. إحنا بنشكر الجميع ونهنئ من فاز، ومن لم يصادفه الحظ أدلى بدلوه ومارس الديمقراطية التي كانت هدفا للمصريين جميعا ولنا جميعا.